باللي لو نهار يثبت له الاسعار كيبغاو التجار والعقل يهبل في كلش برتاجر مع جيبك احدر داودك يحامر سوق يسموه كحل الحم مع الحوت غير شوف امو فوت كي صومت الياقوت وحرز لا تسال واذا بغيت تسوق النار قدم للخضار لاحق به تختار غير ديو قبل بالليلة ونهار يتبادلوا الاسعار كيبغاو التجار والعقل يهبل تنقلب الحية الميزان خفية الكرشة مع الرياء البكرة تكمل احتموا الحفا ندورها خفا لا نية لا صفاء للمدخول جهل. يعطيك الصحة بارك الله فيك. دير لنا حاجة هكذا انت والشيخ الحبر. نطلب ربي الكريم بصير وعالم خالقي الدايم الواحد الوحيد رب العالمين عالم بالكائنات بالرزق مقسم هو الرزاق ذو القوة المتين وصلت اعلام بأحمد زين الخاتم محمد سيد الأولين والآخرين والأنبياء عدد من نوح الآدم حتى للهاشمي أحمد سيد التقالين رد علينا بالخير فلتك يتبرم زين يا خالقي اللي من اللي باقيين ذا الوقت اللي قوات فيه المظالم فيه الناس الملاح راهم مغمونين وأهل التوقى اليوم راهم كالميتم الوقت صعيب فوز اللي مبدوعين هذا هم صعير جبح وعايم قادر الرب يسلك اللي مغبونين. فيهم غاب الناس فيهم غاب الناس ذوك الأسود باب النحاس والزين باب النحاس والناس ريان والدهب ماشي مدود ماشي مدود والدهب ماشي مدود وصافي ولا دوني وصافي ولا دوني وألا دوني ما تخيش بكلامي واشي صبر يا تاشك راني كيهين واشي حرام النوم ما صبر الناس واش صبر يا تاجي هرانيك واشي حرام النوم العين ما هايشي ما صبر الناس واش صبر يا العامة يا شركة الوشم ما تخلخل ملكم قايمة ما بجرح مواس يا قلبي للي حيني خليني هنيي خايف روحي لا تقيسني في بير قبل سيئي يا ناس ملكة بالصحة ورفاقتي أحلامي عادي ميعاد وقصرات وشي وخط نظم واليوم راني مكين النزع والنادي عقار الصحة جالية هاجم وقفني على غفلة بها طعن وادي ما عندي طاقة ولا بها نقاوم المرض اللي عليا جار ضنيته حقودي
وحنا طول العيان كبر ونسلم نحس بهجة ضيفية مغادي ساعة راه عشر وطحم ترسم ما خلى مضرب راه طمى جزدي عليا عول جلية زادم صلب فيه وليت معاه عنودي نجمع الوقفة بالسيف نتبسم طب فاهرين ما عرفوا نقدي قالت وفحوص لواحد النجم ما عرفوا الدور اللي سبب أعضادي في مرضي اليوم راه عجز العلم ما دمنا احنا يا طالب راني متعدم خايب روحي لا نسلم لقى ضحك الناس واش صبر يا تاجر راني كل واشيك حرام النوم العين ما يجيك ما صبر يا ناس يا قلبي لنسى قايمة شركة الوشمة ما تخلخل ما نكون قايمة ما تجرح بواس يا قلبي لله قيمي خليني هالي خايف روحي لا تقيسني بيبي ربلسة يا 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 بعد هذا الفاصل مشاهدينا الاعزاء ونعود لكم من قناه طبعا بيا ومن فندق الاصاله ما تغيروش وجهه وبقوا معنا